هل هناك طموح نية للترشح؟ وين السؤال سابق لأوانه، بس اسمح لي أطرح الآن. خاف بعد هاي السلام أنت ما تجينا بس للسنة مرة. أنت ما داعينا. أنا اتهمتك دجزات. صح. زين. أكو نية للترشح مرة أخرى لرئاسة اللجنة الأولمبية؟ أكو هيش طموح أو رئاسة اتحاد كرة القدم؟ طموح مشروع يكون شخص طبعاً. اللجنة الأولمبية هذه الدورة ما رشح، بس الدورة جاية رشح. راح ترشح. إيه مو هذه الدورة، الدورة اللي وراها. لأن هذه الدورة اللي راح تجي ما راح رشح. بس الدورة اللي وراها رشح. رشح. هاي من خلالك. تريد هذا؟ حلو، بس هذا سابق الأوانة. هذا الله خلانا عدلين. إن شاء الله عدلين. أنت غير سألتني أجاوبك، عشان أقول لك سؤال السحيرة هذه. واتحاد كرة القدم. يعني شلون اتحاد القدم؟ هواي يسألوني أنا شو العلاقة بالقدم؟ غير رئيس الاتحاد يجيز بالقانون. أنا رئيس اتحاد سباحة أروح. استقالة. عادي يعني مو. يعني تسمعون بعض التخرصات والإشاعات؟ أنا أشوفها تخرصات وإشاعات يعني. الإعمارة. مو صحيح. مو صحيح. الإعمارة بكرة القدم وبالهيئة العامة مؤثرة سيد خالد. ومن هذا المنطق احنا نسأل، هل لك الرغبة بالترشح؟ لا لا لي الرغبة ولا القانون يسمح لي. ليش إذا استقالت من الاتحاد السباحة ليش ما يسمح لك القانون؟ ليش يعني ليش مو شغلتي كرة القدم يعني ليش اجي اقعد نفسي يعني؟ سيد اياد بنيان بطل سامع في انت لعبة سامع أخرى. اكو مثلا كثير هسه انا بالاولمبيا سالتني جاوبتك سؤال ايه. سيد اياد بنيان بطل في لعبة اخرى مو كرة القدم ايه. قاد الهيئة التطبيعية قيادة ممتازة هم صح. كرة قدم هم كان قال مو شغلتي ادارة ما لها علاقة ادارة اذا هي ادارة ما لها علاقة صح. لذلك هل هناك رغبة لو لا؟ لا ما عندي رغبة ماكو رغبة ايه. خليني اسالك على كتاب وصلني الان